الليلة اللي أنا منتظرها من زمان حانت، ليلة السوق العالمية النهاردة. عايزكم تحدوا، هنقول النهاردة كام مرة سوق لحد دلوقتي. لو انتهى 3 مرات هي بينا على طول، لأن النهاردة رأس الحربة الدائم بتاعها هيكون موجود. رأس حربة بيوصل لطاقة 100، أفضل لاعب رأس حربة يمكن في التاريخ. وعندنا كمان باكج مجاني، معرفش ده من انهي باكج، انا ما شفتش لحد دلوقتي الصراحه، بس عايزين نشوف دلوقتي. اوكي خلينا الاول نستغنى عن شويه لعيبه، لان ممكن نفتح باكج ايكون النهارده. هيبقى معانا كام جي بي؟ 61,000. مركز الدي ام اف، عايزين افضل دي ام اف موجود في اللعبه يكون موجود. وكنت لاعب الصراحه بيكهام، بس قلت لا، بيكهام يلعب سي ام اف. وكمان عندنا مركز راس الحربه النهارده فاضي، عايز احلى كريستيانو تورنادو جولادور يكون موجود في راس الحرب. لازم كريستيانو يكون موجود في راس الحرب. فهي بينا على طول، خلينا نشوف اللعيبه اللي موجوده. ومعانا 550 كوين من الشحنه اللي فاتت. اوكي عندنا باكج الفراخ توتنهام، يا دي النيل اي دي، ما لاقوش غير توتنهام. جاسكوجين جاسك، والله ما اعرفه يا جدع، وربنا اضحك عليك واقول لك والله ما اعرفه. فاندر فارت، اوكي انا عارف فاندر فارت، والله زي الزفت كمان، بس يعني انا عارفه عن التاني ده. واخر واحد كين راس الحربه. عندنا بقى باكج الجانرز، باكج الارسنال. اوكي انا عندي السول كامبل، بس ما عنديش مشكله لو طلع مره واحده، انما لو طلع لي مرتين. لكن جيلبرتو سيلفا عندي 4 مرات، وانا حاسس ان هيبقى عندي النهارده 8 مرات، هيبقى عندي 8 نسخ. يا رب لا، يا رب لا ما يطلع. لكن الاهم اللي انا مفضله مركز اللي هو الباتريك العالمي المدام الصح الماحق، افضل دي ام اف ارتكاز دفاعي يجعلك تكره اللعب، باتريك ديلافيرا. يا رب يطلع لي، بيوصل ل 97. عندنا مين بقى؟ عندنا لما يطلع لي هنعمل هنا السي اف 97 طاقه، نفس طاقته فيفا 22 97 فريق السنه. اوروبا ياتي لنا هذه الليل. وفي باكج فريق الاسبوع عندنا كمان حبيبي المقرف اللي بيضيع كور كتير قدام الشبكه، ما اعرفش ليه، لاعب اياكس امستردام اللي هو عنده 18 سنه بيوصل ل 100 هو كمان، تخيل. عندنا كمان حبايبي من المغرب، حبايبي من المغرب، ما نعيش ولا ثانيه بغيابه. فشوفوا نظره اخيره على التشكيله، نيمار، رومانيجا، بيكهام، رونالدينو، كامبل موجود عندي، بيتر تشيك، كافو، مالديني تاني، الفونسو ديفيز. تخيل فيرا بقى وكريستيانو، انا عايزك تتخيل فيرا وكريستيانو مع الاحتياط ده كمان. هيا بينا في الباكجات، بباكج توتنهام الفرخه. هات لي فرخه ايكون يا جدع، هيجيب لي فرخه عاديه يعني. اوكي هاري كين، هاري كين طيب، هاري كين. اوكي قبل روميرو باين. باكج الارسنال ده اللي هنكتر منه، هات لي على طول. ايه دي النيل يا جدع، في ايه؟ اوكي موبيلي 96. باكج تاني من الارسنال، هنفتح باكج جيل لان الايكون مومنت صعب يطلع، فلازم يطلع لنا الحارس. اه اجويرو 87 المعتزل، ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اللي بعده اللي بعده، هيا بينا هيا بينا يا البت. يا جدع الحظ، ابو اشرف حكيمي افضل مغربي على وجه القاره. اخر باكج وبعدين نروح لباكج فريق الاسبوع، ما طلعش برضه. يا دي النيل. اوكي حاليا حاليا هيطلع لي كريستيانو تورنادو جولادور رونالدو. لكن في واحد النهارده قال لي على تعليق، اضغط على كريستيانو 4 مرات بعدين اضغط على اضعف لاعب في الباكج مره واحده وهيطلع لك كريستيانو. فادي مره ماشي، وادي المره الثانيه ماشي كده، والمره الثالثه ممكن تحصل، لازم 4 مرات. اوكي دي المره الرابعه، خلاص ما اعملش الثاني، اطلع واضغط على اضعف لاعب في اللعبه واطلع من اضعف لاعب في اللعبه وافتح البكش. قسما بالله لو حصلت وجي كريستيانو يبقى في سحر، في سحر بالموضوع. اوكي اوكي الله يخرب بيت ابو كده يا عم، محدش يقول لي على حاجه ثانيه يا عم. عمي جالي الفارو مطار، جالي الفارو مطار يا جدع، ايه دي؟ لا طالع من دوري الابطال و دي النيل. او تيشيرت بايرن ميونخ كمان، غير يا عم التيشيرت ده، غيره ده. ايه ده؟ هات الكوينز خلصت وما جاليش حد لحد دلوقتي ولا واحد. عندنا 22 باكج، يا رب يا رب ما اشحن بعدها. خرا يطلع لي فيرا، يطلع لي كريستيانو، ويطلع لي فاندر فارت وروي كين وكله. خلينا نفتح باكج توتنهام، ادي مش هفتحه تاني. اوكي جواو كانسيلو 96 لا 86 قصدي. هنفتح باكج الجانرز، باكج الارسنال اللي هيطلع لي منه سيسوكو زيف. يا باكج الارسنال تاني يا رب يا رب.
يا رب اونيسيموس. اوكي هفتح باكج وانا مغمض عيني من باكج الجامرز باكج الارسنال وهفتح عيني بعد 3 2 1. اوه اونيسيموس تاني. اوكي باكج دي من باكج الارسنال ونفتح باكج كريستيانو وما طلعش حاجه. اوه باكج تاني من الارسنال حاليا يطلع لي ايكون مومنت ايدي. اوكي باكج اخير من باكج الارسنال وهنفتح باكج كريستيانو ولا حالا واللحظه الحاسمه اللي هيطلع لي فيها كريستيانو. اوكي من فرنسا امبابي تاني عايزين نعمل رده فعل بقى جديد على كل باب. ادي النيله يا جدع ادي النيله يا جدع. اوكي ايوه السادات والسادات حالا فعلا فعلا هيطلع لي كريستيانو تورنادو جوليادور وهيروح على انجلترا ايطاليا. لا يا جدع حرام الله يخرب بيت ابو جدع يا جدع يا جدع حرام يا جدع حرام وربنا والله حرام والله حرام. ايه ده ايه العرف ده يا جدع مرتين مرتين معاش غير 3 مش هيطلع كريست مش هيطلع الله يخرب بيت مراد عليك. لا 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 لازم نسخن باين الليجند باكج الليجند يلا سيدة. لا اوكي مش ليجند يلا هرب باكج كمان قال الجليتش عمل جليتش مراد. اوكي 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 ليجند حلو ممكن يحسن الحظ يا رب يحسنه مراد مرتين ولحد دلوقتي ولا يكون فيه الحظ ده. اوكي كرة سودة بيرلو بيرلو بير مين ده اسمه ايه اوكي لسه شيرت بايرن ميونخ كمان لازم اغيره. اوكي زيكو 92 حلو 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 وامين حارس هات تيشيرت برشلونه تيشيرت البايرن الموري بتاعي ولا من سعيد ابان بيطلع لي مراته مرتين واعرف يا جدع والله حرام والله حرام الحظ ثلاث وحش طلع لي زيكو الحمد لله الحمد لله حالا بقى يطلع لي ابو باتريك فيرا المعلم الكبير يا كريستيانو ثلاث باكجات وهنروح لباكج كريستيانو تاني الله. اوكي اوكي هي 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 يا جيلبرتو سيلفا زيب لا يا جدع يا جدع الله خمس نسخ باكجين كمان ونفتح باكج كريستيانو يا رب. بقى اخر باكج ونفتح باكج كريستيانو يا رب يطلع فيرا يا ربي. اوكي سواريز سواريز 88 يا رب يطلع يا رب ما يطلع كريستيانو بقى يا رب يطلع كريستيانو يا رب يطلع كريستيانو التورنادو الكل يا دور. وين حظنا يا جدع؟ مين اللي حسدني؟ في حد حسدني عشان تطلع لي بيكهام والدنيا؟ حرام يا رب لا لا سخن بباكج توتنهام حتى باكج توتنهام ما طلعش منه حاجه. حبايبي اهل المغرب والله بس خلاص يا ربي نفتح 4 باكجات من الارسنال بعدين نفتح باكج كريستيانو خلاص بقى يلا خلاص بقى كل واحد لازم يطلع لي اكتر من مره وكل شويه يطلع لي ماتب تاني فخلاص يا ربي كالفرت الوين. اوكي باكجين يا رب باكجين يا رب باكجين يا رب اوكي ليتس جو يلا بقى يا عم فيرا جامد يا عم فيرا جامد ليتس جو. والله باكش كمان باكش كمان من الارسنال يا جدع والله.
حسيت مه بالحب وقلب بغير انا عربي. نعملها تاني، ادي واحد اثنين ثلاثة هرب، أربعة هرب، خمسة هرب 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 بكل شمس. يابا أمين حارس أمين، يا الله ماشي ماشي مين بس يعني. ما عادش غير باكج واحد ولد وجلبرتو سيلفا مرتين وطلع بي كده أربعة. ايه ده ايه ده؟ جيراردو جابريال باه امي اوكي 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 مستحيل وربنا مستحيل وربنا مستحيل والله العظيم مستحيل يا جدع يا جدع اعقل الكلمة يا جدع اعقل يا جدع حرام. في ايه؟ في منظر هنا، منظر مقرف، منظر مرعب، منظر يكتئب وله الجميع. ايه ده يا جدع ايه ده؟ والله في واحد مزحته كمان، في واحد كان مزحته يعني تمانية. ايه يا جدع ايه ده؟ ايه المنظر ده اللي حطه في اللعبة؟ الله يخرب بيتك يا جدع. ايه يا عم مبابي ينفع كده؟ والله حرام والله حرام والله 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 حرام. انا مفضي مركز الدي ام اف يوم جايب لي ده عشان حاسس ان انا عايزه يا جدع. والله يخرب بيتكم يا جدع، حرام عليكم. بنتيك 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 نجمة يا بنتيكي نجمة يا بنتيكي. كفو سيدك بقى. خلاص انا اتعذبت النهاردة. اوكي اخيرا ما تقولش كمل. لا بقى يا جدع لسه هيطلع تاني. يا نهار ابيض على اللي بيحصل النهارده يا جدع. هل النهارده هو اسوأ يوم حظ في تاريخ لا كريستيانو ولا فيرا، وكمان فوقهم سبعه جيلبرتو سيلفا موجودين عندي حاليا، سبعه وواحد مسحه يعني ثمانيه جيلبرتو سيلفا. هل النهارده هو اسوأ يوم حظ في تاريخ؟ والله ما اعرف، بس شكلها كده يعني. النني الحاني الأربعة منهم على السريع أربع باكجات من الليجند. الله أوكي بيكن باور الله تلاقي أول مرة بيكن ماشي بيكن باودر. أوكي كمان واحد كمان بس وخلاص. أوكي كيم بام مايسترو كيم بام. الله بقى وحياة أبوك حسن الحظ بقى. يلا بقى يا رب يا النهاردة وحش حظ في تاريخي. بابي اتكرر كتير على فكرة. يا ابوس ايه ابوس إيه؟ والله جعلت كتير عشان يجي واحد يا جدع. فهرب خلاص كبرتو. اوكي هو ابوس ايدك هو. لا بلاش كمب. خلاص بقى وربنا خلاص بقى هيا
هيا ليتس جو يا جدع. والله ربنا هو ما تخليش اعلم على الفاضي. هو انا ليتس جو. الله يا نهار ابيض يا جدع يا نهار ابيض. 8 نسخ من جلبرتو زلفو عشان في رايق، و 3 نسخ من السول كامبر عشان في رايق. حضرتك مين؟ الحمد لله جه قبل ما اصرف ال 1900. الحمد لله هيتبقوا للحلقه الجايه. الحمد لله كده هفتح باكج توتنهام واتوجه لباكج التورنادو. التورنادو يا رب يطلع يا رب يا رب يطلع يا رب كريستيانو يطلع يا رب يا رب يا رب يا رب. فيران توريس فيران توريس ماشي. حرام يا جدع كريس طلع لنا فيرا. اسوأ حظ لي النهارده الصراحه. باتريك ابو فيرا يوقف دي ام اف، افضل دي ام اف في اللعبه، وهات لنا واحد في المركز الفاضي بقى اللي احنا شلناه. يوهان كرويف لازم يكون موجود. مش حد يقول لي المنظر المقرف ده. ايه المنظر المقرف ده؟ ايه ده يا اخي؟ هنطور بقى ابو باتريك ابو فيرا يوصل كام من 92؟ الله ابو باتريك الله بضحك. والله كان نفسي اطور كريستيانو كمان بس ما نفعش. 10 11 12 13 14 95 ابو بدر. لكن انا لسه عندي التحدي ان مفيش تشكيله في التاريخ هتكون اقوى من التشكيله بتاعتي. فيا ترى هل هقدر اوفي بالتحدي ده؟ هنشوف الحلقه الجايه وبس. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معاكم عبد. والله يخرب بيت جلبتو سيلفا.